السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم الفيديو ده هوت عن لطريقة تخزين البطاطس من غير فريزر، وزي اللي هي تقعد معاكي من السنة للسنة. هقدم لك الطريقة دي، طريقة جميلة جدا جدا، وحبيت برضو اللي انتوا ايه يعني طريقة مجربة، وحبيت اللي كل يعني كل المتابعين عندي يستفادوا بالطريقة ديت، لان الطريقة ديت فعلا جميلة جدا. فاول حاجة حبايبي، كل اللي انت هتجيبيه طبعا بتختاري البطاطساية اللي هي البطاطساية السليمة، يعني ما تكونش مثلا متقشرة، ما تكونش مثلا فيها حتة بني، ما تكونش طرية شوية. لازم البطاطساية معاكي تبقى زي ما احنا شايفين كده اهوت، تبقى البطاطساية كده اهوت يعني سليمة، ما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي ايه عيوب. فبتبدأي اللي انت بتجيب البطاطس بتختاريها بالطريقة دي، وكل اللي احنا هنحتاجه هنحتاج معاها برضو نشا. النشا ده هوت هنستعمله في حفظ البطاطس، هقولك ازاي. كل اللي انت هتجيبيه حبيبتي، هتجيبي كرتونة، والكرتونة ديت يعني لو عندك كمان صندوق خشب ماشي، ما عندكيش ممكن ايه هتستعملي ايه كرتونة، يبقى انت كده هتجيبي ايه كرتونة. ولو عندك اللي هو الفيلم اللي هو بتاع الاجهزة الكهربائية ده هوت يبقى جميل جدا. ما عندكيش ممكن مثلا حتة خشبة تكون على مقاس الكرتونة كده وتحطيها من تحت. ما عندكيش ايه، ما عندكيش خشبة؟ ثواني يا معلش يا حبايبي، نكمل مع بعض تاني. كان الجرس بقى بتاع الباب كان بيرن. فدلوقتي بقى ايه حبايبي، بعد ما يعني بعد ما قلت لكم اللي انت يعني هتجيب البطاطسية السليمة، وقلت لك ازاي اللي احنا برضه هنحتاج يعني لتخزين البطاطس عشان تقعد معانا فترة طويلة من غير مطبوخ، يبقى كده ايه لو انت عندك الفل اللي هو بتاع الاجهزة الكهربائية اللي هو الابيض ده، هيبقى جميل جدا، لان احنا هنحطه في قعر الكرتونة ايه من تحت. فده هوت يعني ايه علشان ايه يبعد، يعني لو انت عندك المكان فيه يعني رطب شوية، فاحنا مش عايزين اي رطوبة يعني تدخل للبطاطس، ويعني عايزين نبعدها يعني يعني كده. يبقى انت هتحطي في القعر الكرتونة من تحت اللي هو الفل الابيض ده، او مثلا حتة خشبة، المهم اللي احنا عايزين عازل بينها وبين الارض عشان الكرتونة لما تحطيها على الارض او على اي حاجة يبقى نبعد عنها اي رطوبة ايه خالص. يبقى دي كده ايه خطوة اساسية اللي انت ايه تعمليها. بعد كده هوت، بعد ما بتجهزي بقى الكرتونة وبتحطي فيها بتحطي فيها كده زي ما قلت لك، اذا كان حتة فل ابيض او خشبة. بعد كده اهوت هتبداي ان انت هنحتاج لورق زبده برضه. هتبداي ان انت هتجيبي البطاطس، البطاطسيه بعد ما تكوني اخترتيها كويس اللي هي يعني سليمه ما فيهاش اي حاجه، هتبداي ان انت هترصي طبقه كده اهوت فوق الفل الابيض ده اهوت. وبعد كده هتبداي ايه، بعد ما هترصي طبقه هتبداي ان انت يعني كل طبقتين كده، اعملي كل طبقتين وبعد كده اهوت يعني رصي طبقتين فوق بعض، او كل طبقه لوحديها، كل طبقه من البطاطس. وهتجيبي نشا، النشا دوت يعني حطيه بقى في مصفى عندك يعني ايه تكون ضيقه شويه عشان تعرفي ان انت توزعي النشا على طبقه البطاطس. فبعد كل طبقه ما بترصيها من البطاطس هترشي كده بالمصفى كده نشا، بحيث لو انت رشيتي بايديكي مش النشا مش هتوزع كويس على البطاطس. فانت رشي كده بمصفى ضيقه كده اهو، تمسكيها بايدك وبايد التانية كده هزي منها، النشا هيتوزع على طبقه البطاطس ايه كلها. بعد كده اهو هتبداي ان انت ترصي ايه طبقه كمان من البطاطس، وبرده هترشيها بالنشا. النشا ده هوت جميل جدا في تخزين البطاطس، بيمتص اي رطوبه، بيخلي البطاطس ناشفه معاكي، بيخلي البطاطس تقعد معاكي لفتره اطول من غير ما يجرى لها اي حاجه. بتبداي بعد كده بعد كل طبقتين جيبي ورقه زبده كده وحطيها فوق منهم، وهتبداي ان انت تكرري تاني بنفس الحكايه اللي انا قلت لك عليها ديت. ترصي بقى طبقه بطاطس وتدي رشه نشا، وبعد كده هتبداي ان انت تحطي طبقه تانية من البطاطس، وتكرري بقى ايه نفس الحكايه بالظبط، وبعد وبينهم بقى ايه
ورقة زبدة وتكرري نفس الحكاية لحد ما يعني ما تملي الايه الكرتونة معاكي. عايزة يعني بالطريقة دي تخزني بقى ايه زي ما انت عايزة، يعني اي كمية بطاطس انت ايه انت عايزة تخزنيها. طبعا هي الطريقة دي انا بعملها عندي على طول، وكان عندي بطاطس يعني اخر حاجة كانت خالصة معايا كمان، يمكن كنت عاملة فيديو منها، كنت عاملة لكم برضو فيديو قريب تخزين بطاطس بس في الفريزر. بس طبعا في الفريزر او في ناس ما يعني مش بيبقى عندها، اللي خلاني عملت الفيديو ده برضو النهاردة، في ناس ممكن ما يبقاش مثلا عندها مكان او الفريزر عندها ما فيش مكان اللي هي تشيل فيه، او ما عندهاش دي فريزر اللي هي تخزن فيه البطاطس، فانا عامله لهم الفيديو ده هوت النهارده عشان برضو هم كمان يعني ايه يستفادوا، ما يستفادوا برضو اللي هم يخزنوا بطاطس، بس هم كده هيخزنوا بطاطس بطريقة معينة. يعني الطريقة اللي انا ايه بقول عليها ديت، البطاطس هتقعد معاهم يعني كذا شهر، يعني من السنة للسنة، يعني بالطريقة ديت بالظبط هتقعد. يعني الطريقة دي مجربة فعلا. طبعا انا مش جايبه لكم اي حاجه كده بقولها وخلاص، انا واثقه من يعني من المعلومه ديت في تخزين البطاطس. عشان كده لما يعني ما كنت انت يعني لو انت مثلا بتشتري بطاطس ولقيتي عليها حاجه بيضه كده اهوت، دي كده اللي هي بيبقى يعني بتبقى تخزين البطاطس، يعني ده كده بيبقى الايه يعني ده كده النشا اللي هو بيترش على البطاطس عشان يحفظها لفتره اطول. ساعات كان الواحد بيجيب بطاطس يلاقي عليها الطبقه البيضه ديت. فدي كده حبايبي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس. بعد كده بعد ما هتملي الكرتونة بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها، هتقفلي الكرتونة وبعد ما وحطي على الوش كمان، على وش الكرتونة من فوق على اخر طبقة من البطاطس، لو في فل عندك برضو حطيها فوق الوش، لان يعني احنا مش عايزين اي منفس هوا يدخل لها. وبعد كده هتقفلي الكرتونة، وبعد كده اهوت حطي برضو ورقة، يعني اخر طبقة من البطاطس رصها في الكرتونة حطي فوق منها ورقة زبدة. بعد كده حطي حتة فل فوق البطاطس واقفلي الكرتونة، وبعد ما تقفليها غطي الكرتونة بقى بأي حاجة عندك من فوق الوش، حاجة تقيلة يعني ملاية مطبقة 4 ارباع حطيها فوق الوش، بطانية قديمة ممكن تحطيها كده فوق الوش تغطي الكرتونة، وممكن تحطي الكرتونة بقى في اي يعني في اي حتة، يعني اي حتة عند اي مكان عندك في الشقة ممكن تحطي الكرتونة فيه على جنب، هتفضل معاكي لفترة اطول. يعني دي كده حبايبي طريقة تخزين البطاطس، وانا برضو هحاول برضو ايه اللي انا هحط لكم يعني كام صورة كده اهوت توضح لكم برضو الايه يعني الفكرة كده اهوت اللي انا ايه بقولها. عايزه ما عندكيش مثلا ما عندكيش دي فريزر وما فيش مكان واسع ان انت تحطي فيه البطاطس، خزنيها بالطريقه اللي انا ايه قلت لك عليها باللي هي الكرتونه الكرتونه ودي طريقه بصراحه جميله جدا جدا. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي، يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي. لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. لا وهسيب لكم برضو ايه كام صورة كده برضو في الفيديو تشوفوها برضو. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.